بالنسبه للشيلدنج، الشيلدنج زي ما كنا بنتكلم كده ممكن يبقى الناس تلبس حاجه اسمها بروتكتيف ابارل، يعني بيتكلم على يعني حاجه زي ايبرون كده بيتلبس، والايبرون دوت بيبقى يعني بيسيكلي عباره عن في جوه يعني شيت اوف ليد بيبقى الثيكنس بتاعه حوالي نص ملي، والنص ملي ده الحقيقه بيعمل حمايه كبيره للشخص اللي موجود دوت، يعني كل الاجزاء اللي متغطيه دي تبقى الاكسبوجر بتاعها بيبقى اقل بكتير نتيجه للشيلدنج اللي موجود بين السورس وبين الجسم. فبيسكلي عاده لما بنيجي نتكلم على الشيلدنج لازم نتكلم على الدوز ريدكشن ان ترمز اوف يعني حاجه زي الهاف فاليو لاير. يعني بمعنى لما بتكلم مثلا على يعني الهاف فاليو لاير بتكلم على اللاير اوف الماتيريال اللي بتقلل الدوز او بتقلل الكوانتيتي بتاعت الاكس راي للنص. ممكن نتكلم عليها برضو ان ترمز اوف حاجه بنسميها التنث فاليو لاير. التنث فاليو لاير بتقلل الدوز للعشر، وطبعا في علاقه يعني مباشره بين الاثنين ان التنث فاليو لاير بتساوي 3.3 الهاف فاليو لاير. طبعا احنا بنتكلم على الاثنين الحقيقه علشان لما نيجي نتكلم على نوع معين من انواع الماتيريال بنتكلم عليها ان هي لما بنعرف الهاف فاليو لاير بتاعها كام بنقدر نعرف هي بتعمل ريدكشن للدوز بمقدار قد ايه. على سبيل المثال لما بتكلم على ال 0.5 ملم لاد اللي بيتحط داخل الابرون اللي بيتحط هنا في الملابس الواقيه اللي بيلبسوها الناس اللي بتشتغل في اقسام الاشعه بنتكلم دي حوالي 2 هاف فاليو لاير، يعني بتقلل الدوز يعني بالشكل ده كده للربع، يعني كل هاف فاليو لاير بتقلل النص. لما بحط 1 هاف فاليو لاير تبقى النص، لما بحط كمان هاف فاليو لاير يبقى النص ده بيبقى ربع، فبالتالي بيبقى في ريدكشن ل 25%. بس اكشوالي لما الناس شافت ال 0.5 ملم دي لما عملوا اكشوال ميجرمنتس لقوا ان الريدكشن بيبقى ابروكسيمتلي 10%، يعني بمعنى ان انا بقلل الدوز ل 10% من الدوز اللي موجوده يعني خارج الابرون. ودي طبعا حاجه بتبقى يعني في الواقع بتبقى مور ذان انف نتيجه لان الحاجه اللي بيتعرض ليها الشخص اللي بيعمل فيه الاكس راي بيبقى سكاتر راديشن، ما بيبقاش المين بيم. المين بيم هو اللي بيتعرض له البيشنت، انما السكاتر راديشن بيبقى اي حد موجود في الغرفه ممكن يتعرض ليه. لو احنا بنتكلم بقى على مثلا ان احنا بنعمل وقايه او بنعمل شيلدنج للغرفه بتاعه الاشعه نفسها، طبعا بنتكلم بقى على مواد زي الليد، ممكن نحط رصاص في الحائط او ممكن نحط كونكريت ممكن يبقى الثيكنس بتاعه ازيد شويه. احنا بنتكلم على مثلا عند ناخد مثلا عند 100 كيلو فولت بيك، الليد بيبقى ربع ملي بيعمل الهاف فاليو لاير بتاعته ربع ملي. الكونكريت لازم 1.5 سنتي عشان يبقى هاف فاليو لاير بالنسبه للاكس راي ات 100 كيلو فولت بيك. لو بتكلم على التنث فاليو لاير بتكلم على الليد بيبقى يعني 0.8 مليمتر، الكونكريت بنتكلم على 5.1 سنتيمتر. طبعا زي ما احنا شايفين كده لو احنا حطينا كميه ولو قليله من الليد في الجدران بتاعه غرفه الاشعه بنلاقي ان هي الحقيقه ما فيش احتياج ان احنا نحط كونكريت بشكل مبالغ فيه بالنسبه للغرف بتاعه الاشعه. فطبعا احنا بنتكلم على ان احنا بنختار الثيكنس المناسب علشان يقلل لنا الدوز تبقى سيف انف عشان الناس اللي خارج غرفه الاشعه ما يتعرضوش للسكاتر راديشن. فده طبعا حاجه من الحاجات الاساسيه اللي لازم ناخدها في اعتبارنا واحنا بنعمل تصميم لغرف الاشعه.